نجو توا للموتيليتي. نجو توا شني للموتيليتي؟ اش معناها موتيليتي؟ يعني البايل اللي بينزل لي وين؟ اللي بينزل لي في الديدرم هنا، البايل اللي بينزل في الديدرم هنا، هذا ما اسمه موتيليتي او بايل فلو. خلينا نفهموا في حاجه، احنا الجول بلادر قلنا عندها زوز فانكشن. اول فانكشن لها هي ستورج، تخزن البايل. اثنين كونسنتريشن، كونسنتريشن يعني مركز، تمام؟ باهي يعني البايل اللي صنع فيه الليفر هذاك اللي بينزل مش حينزل له، ترى ان السفنك في سفنكتر اسمه سفنكتر اوف اودي مسكر، فلما يتصنع الليفر بايل كله وين يمشي؟ يمشي الجول بلادر. 80% 80% من البايل اللي ينزل هيمشي وين؟ في الجول بلادر. شوف هادي دكتور، هي امتى يصير الجو هذا ستورج؟ هذا يصير امتى؟ ديورينج فاستينج. ديورينج فاستينج لما انت ما تاكلش، فلما انت ما تاكلش، لما انت ما تاكلش السفنكتر مسكر زي طبيعي، والجول بلادر يتخزن فيها شني؟ البايل. علاش؟ لان هذا شيء تامين، البايل في بايل سولت، باش لما انت تاكل بعدين ننزله لك بكميات كبيره and concentrated. سبحان الله، شوف كيف بقى كويس. هذا during fasting، during fasting اغلب متخزن في الجول بلادر. اما during meal لما شخص ياكل ميل، وخاصه لو كليت لحم او كليت شني او كليت فات، فهنايا الجول بلادر حيصير لها شني؟ لما واحد ياكل شن بيصير هنايا؟ معلش شويه بس، ايوه، لما واحد ياكل حيصير كونتراكشن الجول بلادر اللي هي سموث مصل بتاعتها، وخاصه جهه الفندس هنعرفوا علاش بعدين شويه، ويصير ريلاكسيشن في السفنكتر، ريلاكس لميني سفنكتر اوف اودي. فهيك شنو يصير؟ هيك البايل يطلع باتجاه هو وينزل تحت، وينزل لي وين؟ في الديودرم. هذا امتى؟ ديورينج ميل لما شخص ياكل، تمام؟ هيك كويس. كيف صار هذا؟ علاش؟ سبحان الله، يعني في الطبيعي مسكر السفنكتر والجول بلادر ريلاكسد، لكن لما تاكل كونتراكتد جول بلادر والسفنكتر ينزل، باش ينزل لي البايل هذا، تمام؟ خلينا ناخذها واحده واحده. اللي صاير بالضبط ان حاجتين صاروا. واحد صار لنا بارا سمباتيك، دكاتره معروف لما واحد ياكل اكيد يشتغل مني البارا سمباتيك. البارا سمباتيك يدير في كونتراكشن للسموث مصل في الجول بلادر، والبارا سمباتيك شنو يدير؟ يدير في ريلاكسيشن في السفنكتر. اثنين يطلع لنا الهرمون المهم هذاك اللي اسمه سي سي كي، هو سي سي كي، سي سي كي. السي سي كي هذا يمشي يدير لي كونتراكشن لميني؟ للجول بلادر، ويدير لي ريلاكسيشن لميني؟ للسفنكتر. يعني دارهم الزوز كويس. شنو هو سي سي كي دكاتره؟ سي سي كي هو هرمون ينفرز من نيورو اندوكراين سيلز، هو كوليسيستو شني؟ كاينين. هذا الهرمون اسمه سي سي كي كوليسيستو، كوليسيستو يعني جول بلادر، صح ولا؟ كولي يعني بايل، سيستو جول بلادر. كاينين، كاينين جاي من كاينيزيا دكاتره. كاينيزيا يعني حركه، حركه يعني كونتراكشن، يعني بيدير كونتراكشن في مني؟ في الجول بلادر. كوليسيستو اللي هي الكوليسيست هي جول بلادر، كاينين يعني كاينيزيا يعني حرك في الجول بلادر، يعني يدير في كونتراكشن في الجول بلادر. دكاتره راهو هذه مهم تحفظ الكلمه بتاعها، تحفظ السي سي كي بس، لازم تحفظها الجمله كلها او الكلمه كلها. وهذا للعلم بس، في مره واحده من الامتحانات في واحد من الدكاتره سال طالب قال تعرف السي سي كي؟ قال نعرفه. شنو يدير؟ قال له شنو يدير؟ قال له شنو هو السي سي كي؟ ما عرفش شنو اختصار او الحروف هذا اختصار لشنو. فتخيل ما عطاش شي بس، ترى ميكي سي سي كي في الجراحه زي اهم حاجه عندك في الباطنه ولا في البيدياتريك. كويس، هذا الكل سي سي كي كاينين. شوف معايا هنا، لما شخص ياكل قلنا هنا نزلت له ماكله هنايا فات ولا بروتين، جت السلز هذه فرزت مني سي سي كي. السي سي كي هرمون يمشي في الدم ويمشي في كل الجسم، يوصل في الجول بلادر، يوصل في السفنكتر، في اودي، يوصل في كل مكان. يدير كونتراكشن في الجول بلادر ويدير ريلاكسيشن في السفنكتر. تخيل يا دكتور، السي سي كي يخلي البايل اللي في الليفر معلش في الجول بلادر من 50% الى 70% ينزل. تخيل اللي كنا نخزنه فيه احنا، نخزنه فيه لما ناكله، نخزنه فيه ديورينج الفاستينج، كل هذا حوالي 70% يعني الثلثين حينزل. سبحان الله، شوف حينزل، وهيك حيلاقي يتلاقى مع الفات ويساعد في الابزوربشن نتاع الفات والديجيشن نتاع الفات. هذا سي سي كي. السي سي كي دكتور الهاف لايف نتاعها احفظها من دقيقتين الى 3 منت، يعني شورت ولا هلبه؟ شورت، اتس فيري شورت. وانس يوصل البلد يخدم الخدمه الاولى وتم، يعني هو ما يعطلش هلبه.
تمام هيك علاش باش لما انت الماكله نتاعك مش عندك ماكله هنا ما يقعدش الجول ما يقعدش السي سي كي موجود هلبه ماش تقعد الجول بلادر كونتراكتد والسفنكتر يتسكر علاش باش نعبوا الجول بلادر من جديد. فتخيل واحد فرضا السي سي كي يخدم لمده 3 ساعات يمشي ياكل تو حاجه دهنيه فيخدم سي سي كي فطول 3 ساعات حتى الماكله تمت نزلت طول 3 ساعات وهو البايل على طول نازل لوطا وطول نازل هنايا فهذا ويستينج. فسبحان الله هذا راه مهم راه بعدين في انفستيجيشن نستخدمه فيها في السي سي كي بعدين كويس يا دكتور. سو لما هدرست على الموتيليتي تو انا اللي هو البايل فلو كيف ينزل تحت عرفنا ان البايل متسكر البايل ديورينج فاستينج ما ينزلش تحت بايل ديورينج فاستينج ما ينزلش تحت لما ناكله بيكوز اوف باراسمباتيك بيكوز اوف سي سي كي حيصير كونتراكشن في كوفيد اوف ذا جول بلادر وحيصير ريلاكسيشن في السفنكتر. سؤال ليك تو مين اقوى الباراسمباتيك ولا سي سي كي؟ سي سي كي هو اقوى واحد ولوحده يقدر يفضي الجول بلادر بنسبه 70% يعني 70% من الفوليوم يفضي فيها. لكن خلي نقول لك كلمه بس بسيطه هيك لقطه شويه غبيه تاع الفسيولوجي الباراسمباتيك يحفز في السي سي كي سبحان الله يعني كقوه هو سي سي كي الاقوى تمام. لكن السي سي كي يعتمد بشكل اساسي على مني على الباراسمباتيك وهذه حاجه مهمه شويه. علاش مهمه؟ لما بعدين احنا الباراسمباتيك نازل من فيغاس تمام هيك فتخيل الفيغاس تخيل الفيغاس نقصوه احنا عمليه اسمها فاغوتومي فهيك ماشي باراسمباتيك يعني الكونتراكشن بتاع الجول بلادر بينقص مش هينقص هينقص صح وبرضو السي سي كي هينقص فهيك لما ينقص السي سي كي يعني الكونتراكشن اوف جول بلادر هتنقص تمام هيك والسفنكتر هيقعد مسكر اكتر. لما ينقص الكونتراكشن اوف جول بلادر يعني تقعد ريلاكسد هلبه يصير فيها ستاسيس ممكن تكون ستون تمام دكاتره هذه مهمه شويه باهي لما شخص ما ياكلش او شخص مقاص للفيغاس نيرف مشكله هذه. المهم هذا هم دكاتره الشيئين الاساسيات متاعين البايل فلو هيك تحكمنا في البايل فلو تو احنا عن طريق باراسمباتيك وعن طريق شنو سي سي كي. لو بتقولي دكتور اللي بيدير انهيبيشن هو السمباتيك صح تمام مزبوط وفي هرمون في هرمون اسمه دكاتره اسمه سوماتوستاتين الهرمون هذا ديما انجري مع اي حاجه تمام يعني اي حاجه بتخدم دير انهيبيشن سكريشن انهيبيشن موتيليتي انهيبيشن مش مهم عليك هلبة. سو هيك فهمنا هلبة حاجات في البايل ونقدروا واهم حاجه واكثر حاجه ممكن نقدروا نقرا بها الموضوع هو كويشن سالك دكتور سؤال كيف تحكم في البايل سكريشن ولا الباراسمباتيك يحفز والسكريتين يحفز انهيبيشن بالبايل سولت لما تكتر البايل سولت يعني انا عندي كفايه بايل فيدير انهيبيشن على الليفر سيل نفسها. كيف تحكم البايل فلو ولا البايل فلو لما احنا صايمين او احنا ما ناكلوش في ماكله كل البايل يمشي او 80 اغلب البايل يمشي في الجول بلادر لان الجول بلادر ريلاكسد ولان السفنكتر مسكر لان هيك الطبيعي بقى لما احنا نجو ناكله يطلع السي سي كي من هنايا ويخدم لي الفيغاس فهنا يصير كونتراكشن اوف ذا جول بلادر ريلاكسيشن اوف سفنكتر. مين اقوى سمباتيك البارا سمباتيك اللي هو الفيغاس ولا سي سي كي؟ السي سي كي هو الاقوى وقلنا السي سي كي يخدم من 2 الى 3 مينتس. بارك الله فيكم هيك تو فهمنا الاسئله هذه. لو تلاحظ حاجه السي سي كي مهمته في الموتيليتي فقط يعني في الفلو بس السي سي كي مهمته شني في الفلو اونلي السي سي كي ما يصنعش في البايل وهذه حط عليها 700,000 خط. السي سي كي اسمها كاينيزيا يعني يدير في كونتراكشن بس في الجول بلادر ريلاكسيشن في السفنكتر بس ما يحفزش في البايل وهذه ام سي كيو هذه شني ام سي كيو تمام دكاتره جميل. وقلنا احنا ممكن يصير ستيسس للجول بلادر امتى؟ لو ما عندهاش فيغاس او ما عندهاش سي سي كي لو ما عندهاش باراسمباتيك لو ما عندهاش سي سي كي امتى ما عندهاش باراسمباتيك نقصوا فيه احنا فيغاس اسمها فاغوتومي. بي امتى ما عندهاش سي سي كي تمام لو شخص ما ياكلش اورالي جماعه دكاتره اللي هم تي بي ان توتال بير انترا نيتريشن هادو ناس ما ياكلوش اورالي نعطوا فيهم ماكله في الوريد كويس دكاتره ماكله خاصه لما انت ماشي ياكل اورالي ماش في حاجه تنزل في ستومك ماش في حاجه تنزل في الديودنم ماش في سي سي كي تمام ماش في سي سي كي ماش في كونتراكشن اوف جول بلادر فالجول بلادر تخش في ستاسيس. سو الفاغوتومي والتي بي ان تي بي ان تمام جماعه الاي سي يو اللي هم يرقدوا لمده طويله ماشي ياكلوا من فمهم او عندهم مشكله في التست بتاعهم هادو الناس جول بلادر سايلا ستاسيس وهنا ريسك اوف ستون ريسك اوف ستون ان ستاسيس مشكله تمام دكتور. ان شاء الله هيك واضحه العمليه. خلي نقول لك كلمتين بسيطات سريعات اللي هم شنو اللي هم على الفانكشن اوف جول بلادر. شوف يا دكتور
قلنا احنا storage وconcentration صح؟ تخيل معي هنا storage اغلب البايل تخزن فيه، علاش؟ باش لما واحد ياكل يلاقيه، لو البايل يزقزق ينزل بروحه بروحه هكي مش كويس، راه ينزل لما انت مش محتاجه، ولما انت محتاجه ينزل كميات بسيطه. فهذا علاش ربي خلق شنو زي المخزن. هذه حاجه. اثنين كونسنتريشن، شنو كونسنتريشن؟ نزل لك بايل فوسطه، بايل اسيد وفوسفوليبس وفوسطه كل شيء، الليفر معلش الجول بلادر تمص منه في شنو؟ تمص منه في تمص منه في الفلويد الميه والالكترولايت، ميه والالكترولايت، ميه والالكترولايت، فيبدا كونسنتريتد، يبدا الفوليوم هذا اللي هو فرضا 50 ملي، خذينا قبل 50 ملي في جول بلادر، هذا الفوليوم، هذا الفوليوم يبدا كونسنتريتد معبي بايل سولت اللي هو تامينات هلبه، كويس تمام تامينات هلبه، مش بعدين لو الشخص هذا يصير ياكل فات ينزل له بايل معبي بايل سولت كويس كي، فهذا علاش كونسنتريشن. تخيل دكتور قال لك مرات الكونسنتريشن يصير 20 او 10 ضعاف البايل العادي كويس كي. سو هيك ستورج وهيك شني الكونسنتريشن. ان شاء الله هيك فهمنا القصه هذه. في لقطة بقول لك عليها بس هنايا، هي ان الليفر تصنع حتى في ميوكسرة، معلش الجول بلادر تصنع في ميوكس جهة الفندس جهة الهارت من باوش من هنا، لما البايل يقعد هلبة لمدة طويلة ممكن يدير لي اريتيشن، فهي تقعد تصنع لها في ميوكس باش يدير لها شني يحمي الميوكوزا متاعها. هذه لقطة في بس حاجة بسيطة نبي نقولها بس هنايا. أيوة لو سألنا روحنا سؤال كويس، ان عندك انت نص، عندك 500 ملي، 500 ملي او 1000 لتر، 1 لتر كويس، وحنا نقول بلادر تحمل قداش؟ تحمل 50 ملي في الطبيعي، 50 ملي شويه صح، ممكن توصل حتى 300 ملي، لكن 50 ملي هذا طبيعي. باهي كيف يا دكتور؟ باهي هي قداش بتفضي مره في اليوم؟ بتفضي 3 مرات في الفطور والغداء والعشاء ولا هيك مفروض؟ يعني انت في الاخير بكل 1000 اللي هو لتر، ما تتخيلش كيف هذا بتستوعبها الجول بلادر، كيف تستوعب في الفوليوم هذا كله. اول حاجه الجول بلادر تستوعب في الفوليوم اللي جايها عن طريق الكونسنتريشن تمام. الفوليوم هذا اللي تصنع فيه الليفر كويس يوصل الجول بلادر نص منه للميه، فهيك الفوليوم مش هيقعد فوليوم عالي، هيقعد فوليوم شني اقل تمام. هيك هذه حاجه. وعلاش مهم الشيء هذا؟ مهم لو انك انت لو خليت الفوليوم هلبة هنا وهنا البرشر بيزيد، تخشوا برشر عالي، وهذه حاجه مش كويسه. سو احنا نقصوا ما نخلوش البرشر يعلى، ان احنا نقصوا شني؟ نقصوا في الفوليوم. رقم اثنين، رقم اثنين الجول بلادر في اغلب الاحيان ريلاكسد، ريلاكسد، فانت لما شخص مش واكل هي ريلاكسد، فعادي جدا، فانت كل ما الليفر تنزل لها فوليوم فهي تجي تتمطط اكثر، تجي تتمطط اكثر، تجي تتمطط اكثر بشوي عليها، وتمص 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 وتمت. سو هذا بس لو سألت روحك سؤال كيف الألف ملي أو الليترة واللي هي في اليوم هتتفضل بين 3 مرات بس، كيف تستوعب فيها الجول بلادر؟ كيف تستوعب الجول بلادر في الليترة تمام هيك كاملة؟ هي عن طريق الكونسنتريشن وعن طريق الريلاكسيشن. كويس كده دكاترة، روح احنا هدرزناها باستفاضة، وهذه المعلومات هلبة خذيناها بشكل يعني كبير، وإن شاء الله فهمت الموضوع هذا. لكن أحسن حاجة تاخدها as questions تمام، شن هو البايل؟ تقول له ووتر، الكترولايت، توكسينز، دراجز، الكالاين فوسفاتيز، كوليسترول، بايل اسيدز، فوسفوليبيد وبيليروبين كونجيجيتد. قال لك دكتور كيف يتصنع كنترول اوف بايل سينثيسز؟ قول له السكريشن يتحفز فيه باراسمباتيك والسكريتين، والانهيبيشن عن طريق البايل سولت. البايل فلو يتحكم فيه الباراسمباتيك والسي سي كي بشكل اساسي، الاقوى السي سي كي. الفانكشن اوف بايل اسيدز ثلاثه فانكشن، تمنع ستون فورميشن، تقتل البكتيريا وتساعد في هضم وابزوربشن اوف فات. فانكشن اوف فوسفوليبيد تنزل في الكوليسترول بس، كويس تمام. فانكشن اوف بلادر ستورج اند سيكريشن. ان شاء الله كي واضحه الامور. مازال جزئيه بسيطه بس نهدز عليها في اللقطه الجايه، هي جزئيه البيليروبين. ناخذ بالسريع دكاتره حاجه اسمها بيليروبين سايكلينج، كيف احنا نتخلصوا من البيليروبين. اللقطه هذه واخذينها هلبة قبل في الفسيولوجي وفي المواد الثانيه من غير الجراحه، ولكن ندرس عليها بالتفصيل ان شاء الله، نهدز عليها هنا شويه والتفصيل الاكثر في الاوبستراكتيف جونز بعون الله تمام. شوف معي دكتور هنايا، البيليروبين اللي هو المركب الاصفر هذا تتعامل معاه الهيباتوسايت. علاش؟ البيليروبين عنده مشاكل الكدني ما تقدرش تنزله، فتمشي الليفر والليفر دي لها كونجيجيشن بسيط باش يبدا ووتر سوليبل وتلوحها في البايل زي التوكسينز والدرجز اللي هم الكدني ما تعرفش تتعامل معاهم، يعني شويه كونجيجيشن بسيطه
ويبدأ conjugated تنزله في البايل وتمت. تمام. باختصار دكتور هنا كلام هذا كده عارفينه قبل ونهدرزوا عليه في الابستراكتف جوندس أكتر. البيليروبين يطلع من الار بي سي لما تموت. الار بي سي فاسطة هيموغلوبين والهيم الجلوبين عادي يتكسر إلى أمينو أسيد لأنه هو بروتينز. أما الهيم، الهيم مشكلة، الهيم المركب هذا صعب يدير للميتابوليزم، صعب يتكسر. ففوسط السبلين اللي هو وين تموت الار بي سي، الهيم بعد سلسله من التفاعلات يكون بيلي روبين. اعطيك شنو بيلي روبين؟ كويس. بيلي روبين هو الشخص هذا يعني راس ما زي العيل الصغير، وهنا في صوره شنو الشعر اصفر، تمام، لونه اصفر اصلا بيلي روبين. هذا مركب البيلي روبين هذا ووتر انسوليبل. ووتر انسوليبل يعني شنو؟ ما يمشيش في الميه، ما يعرفش يمشي في الميه، تمام. كي هذه حاجه. رقم 2، لما السبلين بلوحة، لما السبلين بلوحة برا في الدم يعني بيطلع، ما يقدرش يمشي لأنه هو ووتر انسوليبل، ما يقدرش يمشي بروحه، فيمشي يحطه شني، يحطه في طانطة. شني الطانطة؟ اللي هو الألبومين، هو بلازما بروتين. الله غالب أي حاجة إحنا ووتر انسوليبل لازم في تبي كارير، اللي هو في الغالب حيكون هنا يمني بلازما بروتين اسمه ألبومين. يمشي الألبومين طانطة كبيرة، طانطة دكاترة، طانطة كبيرة في الحجم، كويس. فيقول لك مع بعضهم الزوز يعطي، يقول لك لارج موليكولر ويت، لارج شني موليكولر ويت، جميل. الدم نعرفه احنا حاجه في الدم عادي جدا تمشي وين؟ تمشي في الكدني، تمشي للكدني افرنت ارتريول في الكلوميرولس، يصير لها شني فلتريشن، صح. هذا مستحيل يصير له فلتريشن، لان لما يوصل لهنايا حجم موليكولر ويت يصير له عالي، فما يقدرش يمشي من السلتس اللي هم الفتحات بين الكابيلاريز. ثاني حاجه هو ووتر انسوليبل في الاساس كان، فصعب ينزل. فهذا البيليروبين هو اللي هو يمشي في الدم، على فكرة عنده اسم، هو اسمه indirect، اسمه indirect بيليروبين، أو الاسم الثاني ليه unconjugated. ليش اسمه unconjugated؟ لأن الconjugation الفعلي يصير في الليفر، كويس كي. أما الألبومين هذا كارير بسرعة، تمام. so أول بيليروبين عندنا حي اللي هو اسمه indirect، اسمه indirect أو اسمه unconjugated، هو موجود في الدم، هو موجود في الدم. هذا الشيء مش هيمشي في الكدني لأن حجمه كبير، ولأن لو بيليروبين بروحها حجمه صغير لكن ووتر انسوليبل، فمش هيمشي في الكدني. الكدني شرط أساسي ووتر سوليبل باش يمشي هيك، وشرط أساسي إنه سمول. واضحة هذه؟ واضحة. مين بيمشي؟ مين بياخده؟ الليفر. الله غالب الليفر أي حاجة الجسم لها اللي فيها مشكلة تاخده، فتاخده الألبومين طبعا البروتين، يقول بارك الله وفيك، الطانطة تمشي على حالها وتحط لي مني، تحط لي البيليروبين هنا، تاخده الليفر أكتيف أبتيك اكتيفلي. هو البيليروبين شعره اصفر وهيك حجمه عادي مش كبير هلبه، هو بروح الليفر تركب له يو دي بي جلوكورينات. جلوكورينات هو شو؟ جلوكوز، جلوكوزايه صغيرونه مع شويه موديفيكيشن، يعني حجمها صغيرونك، صغيرونه جدا. انا نرسم فيها خضره وزي التوك، كويس دكاتره، زي التوك حاجه بسيطه صغير. علاش درتها زي التوك هكي ونقول توك؟ لان حجمها صغير التوك مقارنة بحجم الرأس. هذه حاجة. تاني حاجة خضرة هنعرفه بعدين، لأن لما يبدأ conjugated يبدأ لون أخضر البيليروبين. المهم هذا شعره جينا خذينا ركبنا له توكة هنا، كويس. فبدأ اسمه توا conjugated لأن درنا conjugation، التوكة هذه اسمها UDB glucuronate، فتحول من unconjugated إلى conjugated. دكتور هذا conjugated اسمه direct، الاسم التاني ليه، وهذا water soluble. هذه في غايه الاهميه دكتور. هذا شني؟ ووتر سوليبل. ووتر سوليبل يعني شني؟ يقدر يعوم في الميه. هذه حاجه. ثاني حاجه هذا عنده سمول مولكيولر ويت. علاش؟ هذا مش راكب في طنطه، هذا بروحه هيك، تمام كده دكاتره، جميل. بعد ما ان الهيباتوسايد درت له كونجيجيشن تقول له خلاص انزل في البايل حبيبنا، فينزل في البايل هنايا، شوف التوكه بتاعها، فينزل في البايل، يمشي في الجول بلادر. لما يمشي في الجول بلادر يصير في ستورج للبايل هنا، مش حيدير شطانه. شو معنى مش حيدير شطانه؟ مش حيتلاقوا مع بعضهم ويدير كريستلز، تمام دكاتره، مش حيدير ستون، لانه ووتر سوليبل. الحاجه الووتر سوليبل ما تكمكمش على بعضها، الووتر انسوليبل والفات سوليبل يتكمكم على بعضهم زي ما خدينا الكوليسترول، كويس دكاتره، جميل. علاش؟ كله بفضل مني التوكا. فخليه في الجول بلادر زي ما تبي تخليه، تخليه ساعه ساعتين ثلاث ساعات زي ما تبي، مش حيدير شيء، خافش منها. بعدين لما الجول بلادر تبي تفضى هينزل معه، هينزل مع البايل، ينزل
ويمشي هنايا مش ما عندهاش اي وظيفه في الدنيا. حنين ابوي يتوكل على الله يروح بس كويس يطلع مع ستول وتمت. فهو ماشي هنا ماشي هنا ماشي هنا. نعرفوا الديدنوم ما فيش بكتيريا والججنوم شبه ما فيش بكتيريا، اما في الاليوم نعرفوها هذه اسمها بكتيريا موجوده، وعرفنا علاش في الاليوم والكولوم عبيه بكتيريا. في مسكين هو نازل هنايا ماشي اسمه دايركت بيليروبين او اسمه كونجوجيتد اسم تاني ليه، فهو ماشي بالطريقه هي تجي تخدم البكتيريا تعطيه طريح تعطيه طريح. لما تعطيه طريحة هي في الواقع دارت لريدكشن باهي، فضربتها طريحة باهية فتغير شكله من بيليروبين إلى حاجة تانية مرة واحدة، تمام، مركب آخر معش اسمه بيليروبين. استشهد البيليروبين مات هنا خلاص، تمام، كي الدايركت تشاو خش شخص طلع شخص تاني، تمام كي دكاترة زي نقول زمان واحد خش الحبس مخلوق طلع مخلوق تاني. شين اسم المخلوق التاني هذا اللي هو بعد خدمة البكتيريا؟ اسمه يوروبيلينوجين. دكاترة اليوروبيلينوجين للمرة الألف راهو نط بيليروبين، تمام دكاترة، هو نتيجة خدمة البكتيريا على البيليروبين. كويس، هذا اليوروبيلينوجين دكاترة تمام حيمشي 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 75% حيمشي مع الستول، حيمشي هيكي كويس وينزل مع الستول از يوروبيلينوجين، لكن نغيروا اسمه بس يوروبيلينوجين نسمو فيه ستيركوبيلينوجين. لو بينزل في ستول نسمو فيه شني؟ ستيركوبيلينوجين. راه نفسه راه هو نفسه المركب، لو نزل في ستول نسمو فيه ستيركو بس ما فيش اي اختلاف كيميائي، تمام. سو 75% حينزل مع ستول و 25% حيخش في الانتيرو هيباتيك سيركيليشن اللي خديناها مبكر هذيك اللي هي تصير بتاع شني البايل البايل سولت تمام في الاليوم والسيكم، وتصير حتى هي للبايل بيجمنت اللي هو البيليروبين. فحتى لما نسمو فيها نقولوا انتيرو هيباتيك سيركيليشن اوف بايل شني بيجمنت اند بايل سولت، تمام كي 25% يمتصوا من جديد ويولي الليفر، والليفر هذا ينزل من جديد مع البايل وهكذا يبدا يلف. 5% من اللي يولوا هادو يمشي مع الكدني، وهنا ينزل في الكدني ينزل في الكدني. كويس دكاتره علاش ينزل في الكدني؟ اول حاجه لان الدايركت هذا كان شني الاول كان ووتر سوليبل، فحتى اليوروبيلينوجين التوكا قاعده فيه، التوكا هذه اللي خلتها اللي هو الكونجيجيشن اللي خلتها ووتر قاعده، فلما هو يركب فوق ويمشي مع الكدني هنايا كان بي فلتر. علاش؟ لان حجمه صغير، ان حجمه صغير ولانه ووتر سوليبل اصلا، فينزل مع الكدني از يوروبيلينوجين، تمام. يقول لك لما ينزل في اليورين برا يتعرض الاكسجين يتحول الى حاجه اسمها يوروبايلين، تمام كي نحينا منها الجن الاخيره بس هذيك. كويس، سو هذا الشخص النورمال، هيك الشخص النورمال به اللي هو 75% هادو اللي مشوا في ستول وسميناه ستيركوبيلينوجين حتى هو حينزل مع ستول، ولما برضو يطلع برا يتعرض الأكسجين يبدا اسمه ستيركوبيلين. نحينا منه مني الجن اسمه ستيركوبيلينوجين، ده اسمه شني جن بس كويس نتيجه تعرضه لمني للأكسجين. دكاتره معروف جدا ان ستيركوبيلينوجين هذا وستيركوبيلين يعطيك الكالر اوف ستول، كالر اوف ستول. لو شخص فرضا ما عندهاش اليوروبيلينوجين هذا وباش يمشي هيكي ستول نتاعه تلاقي بيل، تمام هيكي سو كالر اوف ستول يعطي فيه مني ستيركوبيلينوجين وستيركوبيلين لما يصير الاكسيديشن. وبرضه هنايا اليوروبيلينوجين لما ينزل مع اليورين ينزل از يوروبيلينوجين، راه يبدي فتره يبي فتره باش يبدا اوكسيديتد بالاكسجين باش يتحول الى يوروبيلين. اليوروبيلين يعطيك الكالر بتاع ستول، كالر اوف ستول اليوروبيلين مش اليوروبيلينوجين، يعني يبي مده باش يعطيك الكالر اوف شيني معلش اليورين يوروبيلين. الاسم الثاني لها اسمها يوروكروم، يورو كروم. سو هيك باختصار دكاتره، وان اول حاجه السبلين يعطيك بيليروبين ووتر انسوليبل، تحمل طانطا اسمها البومين فهذا ووتر انسوليبل، والالبومين مع البيليروبين يعطيك لارج مولكيولر ويت، هذا مستحيل ينزل في الكدني، تمام هيك يعطي للليفر، الليفر تاخده تركب له توكا ديلا كونجيكيشن اسمها يو دي بي جلوكورينيت، يبدا ووتر سوليبل وسمول ويت. الناس تحطها وين؟ تحطها في البايل، ينزل مع البايل ما يديرش مشكله في الجول بلادر، ينزل مع الانتستين ويمشي يمشي يمشي. لما يجي منطقه البكتيريا اسمها هو طبعا اسمها دايركت، على فكره نقول الكلمه بس، التوكا خضراء ولا والدايركت بيليروبين هو الدايركت بيليروبين لونه اخضر، ذاتس واي البايل البايل لونه اخضر بسموه في بايل بيجمنت حين البيليروبين كويس ذاتس ات البايل لونه اخضر دكتور. كويس كي مهمه هذه. كويس لما نزل هنا قلنا في الاليوم دايركت هذا خلاص خش مخلوق خدمه على البكتيريا يطلع حاجه ثانيه اسمها يوروبايلينوجين، وقلنا اليوروبايلينوجين اتس نوت بيليروبين.
هذا أغلب 3/4 حينزل مع ستول أستيركوبيلينوجين، ولما يتعرض لأكسجين الأستيركوبيلين 25%، 20% يمشي للليفر و 5% يمشي للكدني، والكدني ينزل اليوروبيلينوجين، ولما يتعرض لأكسجين تحول اسمه يوروبيلين أو يوروكروم، يعطيك الكالور اوف يورين. وقلنا الكالر ما يجيش طول، لازم يتحول إلى يوروبيلين، يعني يعطل شوية اليورين. كويس، جميل جدا. أعطيك سؤال هنا، لو جينا لشخص نورمال، شخص شيني نورمال نورمال بيرسون، أنا ولا أنت ولا أي شخص نورمال، ها، ودرنا له بلد تست ودرنا له يورين تست، شين بتلاقي في البلد؟ بتلاقي في البلد أما نوع من البيليروبين الكونجيجيتد ولا الانكونجيجيتد. ففي الغالب أنت البيليروبين هتلاقيه الانكونجيجيتد، انكونجيجيتد، هذه حاجة تمام هيك كويس. الكونجيجيتد بيليروبين كمية لا تذكر، حاجة بسيطة جدا. اليورين لو واحد درت له يورين اناليسس، يورين اناليسس عادي شخص طبيعي أنا ولا أنت درنا يورين اناليسس، هل حتلاقي بيليروبين في اليورين؟ نو، there is no bilirubin، negative bilirubin، ما فيش no، there is no bilirubin. الشيء الوحيد اللي في اليورين تلاقيه نورمال هو مني اليوروبيلينوجين أو يوروبيلين، فهو positive يوروبيلينوجين أو يوروبيلين. سو هذه هي الحاجة الوحيدة، قلت لو دير لواحد يورين analysis وهو نورمال يعطيك يوروبيلينوجين بس. إن شاء الله هذه فهمناها، وهذا النورمال شني وهذا النورمال بيليروبين تاعك. هذا النورمال باش نعرفوا منه بعدين شني، نعرفوا منه بعدين الابنورمال. شكرا لكم، وهذا ناخذوه ان شاء الله بتفصيل اكثر في الابستراكتيف جوندس. هيك كملنا البايل سينثيسيس، وشن هو البايل بكل مكوناته. بالله ما تنسليش حاجه اسمها الكالاين فوسفاتيز، هذا مهم حتى هو راو فيري امبورتنت انزيم.